السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابة أنقل لكم خبر وفاة الفنان الكبير حسن حسني عن عمر ينهاز 89 عاما، أثر أزمة قلبية مفاجئة. توفي منذ قليل الفنان الكبير حسن حسني عن عمر 89 عام بمستشفى دار الفؤاد، أثر أزمة قلبية مفاجأة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار ال 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل. فأتمنى أن كلنا ندعي له بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنته، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.